طبعا دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمحافظة الدهلية. انطلقت هناك فعاليات معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب، واللي بيضم العديد من دور النشر، بجانب طبعا مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل ومركز خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. معنا على التليفون الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة، نتعرف منه على تفاصيل أكتر. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، صباح الخير عليكم جميعا. دكتور، بداية لما نيجي نتكلم عن تنظيم المعرض والتخصصات اللي بيشمل عليها المعرض. والله يعني جامعة المنصورة على مدار تاريخها بتؤمن تماما ان مش بس هي تقدم خدمة تعليمية لكل منتسبيها، لكن لها دور كبير جدا في بناء الإنسان ونشر الثقافة على المستوى العام بشكل عام. علشان كده احنا فكرنا ان احنا نعمل المعرض ضم العديد جدا من الانشطة، زي دور نشر متعددة من خلال انحاء مصر كلها. في نفس الوقت كان عندنا ورش عمل متعددة، في نفس الوقت كان عندنا جانب ذو الهمم، جزء كبير جدا لذو الهمم اللي موجودين عندنا في الجامعة، وبالتالي كان او هو المفروض انه مستمر طبعا لحد 6 مارس ان شاء الله. فهو في أنشطة متعددة، سواء من خلال نشر الكتب للطلبة الموجودين أو أنشطة متعددة. طيب إيه شكل الأنشطة دكتور، إيه شكل الأنشطة تحديدا الموجهة لذوي الهمم؟ والله إحنا عندنا في مركز كمان موجود في جامعة المنصورة، مركز متخصص لذوي الإعاقة وذوي الهمم. الأنشطة اللي موجودة اللي هو إزاي إن إحنا نكتب أو نقرأ بطريقة برايل، في كمان حاجة اسمها الإشارات بالعصاية البيضاء، دي موجودة برضو لتعليم الطلبة كيفية تعلم الإشارات اللي موجودة. طيب دكتور، نقول الإقبال متخيلين هو هيكون عامل إزاي في الفترة القادمة، خصوصا بقى كمان رد فعل أهالي لأول مرة تحضر أيام افتتاح المعرض؟ احنا بدأنا طبعا من 11 فبراير ومستمدين حتى 6 مارس 9 صباحا لحد 4 مساء. أول يوم الافتتاح الإقبال كان كبير جدا من أبنائنا الطلبة اللي موجودين. الحمد لله احنا عندنا شباب واعي جدا بأهمية القراءة وممارسة الأنشطة المختلفة داخل أروقة الجامعة. من ضمن المهام كمان اللي موجودة وإن شاء الله يبقى لها إقبال كبير جدا، إن احنا بدأنا ندعي بعض المدارس والناشئ اللي موجود في محافظة الدقهلية لحضور ورش عمل ومحاضرات موجودة لكيفية أو لترغيب الطلاب اللي موجودين طلاب المدارس بصفة خاصة في تشجيعهم على القراية وممارسة الأنشطة وحضور المحاضرات داخل الجامعة، على أساس إن هم دايماً يبقوا متطلعين إن جامعة المنصورة منارة يجب الالتحاق بها في المستقبل إن شاء الله. طيب دكتور طارق، هل المعرض ده موجود داخل الحرم الجامعي، فهو بالتالي كل الطلبة اللي موجودين في الجامعة هم اللي يقدروا يدخلوا هذا المعرض ويشاركوا فيه الأنشطة، بالإضافة طبعاً إلى الدعوات اللي أنتم بتوجهوها للطلاب زي ما حضرتك ذكرت، ولا هو مفتوح لكافة المواطنين من أبناء المحافظة؟ طبعا هو موجود داخل جامعة المنصورة في المكتبة المركزية، اللي تعتبر أيضا إشارة كبيرة جدا إن احنا عندنا مركز توعية ومركز ثقافي مفتوح لكل الطلاب علاوة على الدعوات. احنا طبعا ما بنقدرش نفتحه لكل أبناء المحافظة، لأن الجامعة لها يعني قيود معينة في الدخول والخروج. احنا عارفين طبعا موضوع إن يبقى معرض عام لكل الناس ممكن فيها صعوبة شوية، أكيد في زي ما قلت لحضرتك قيود معينة على الدخول والخروج خصوصا أثناء المحاضرات وبداية العام الدراسي، لكن احنا بنوجه دعوات لجزء كبير جدا من الناس الخارجيين إن هم يشتركوا معانا خلال أيام المعرض. ممكن نقول أبرز العناوين اللي ممكن تكون موجودة في المعرض؟ الكتب متنوعة ولا كتب علمية بس، في تخفيضات ولا ما فيش؟ احنا عندنا 12 دور نشر، منهم على سبيل المثال دار النهار ودوائر وجانا وحواديت، وكلنا احنا يعني بنشترط عليها او من خلال الاتفاق اللي معانا ان هي تكون مخفضه بشكل كبير جدا للطلبه. عندنا كمان سور الازبكيه، فبيقدموا اكثر من 50 او 60% خصم للطلاب. ورش العمل الموجوده متنوعه جدا بالاشتراك مع مجموعه ابطال الدقهليه، ودي يعني مجموعة مميزة جدا على مستوى الدهلية، بتقدم أنشطة مختلفة وبتاخد مراكز دايما على مستوى الجمهورية في المسابقات المتنوعة. شكرا جزيلا دكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة.